تحت شعار الرياضة للمرأة آفاق وتحدي، ولأول مرة بمدينة تمسنا تنظم الجمعية المعتمدة لدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب بتمارس خيرات الدورة الأولى للسباق النسوي على الطريق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واستحضارا لما حققته المرأة المغربية من إنجازات ومكتسبات في مختلف المجالات. احنا بغينا هاد النساء يخرجوا من الروتين ومن الضغوطات اليوميه ديالهم، جبناهم اقترحنا عليهم وكلهم رحبوا. ما شاء الله راكم كتشوفوا العدد شحال، وهذا والفئات العمريه مختلفه. درنا واحد الجوائز باش نحفزوهم بالنسبه للرتبه الاولى والثانيه والثالثه، هي جوائز نقديه، وكاينين حتى ميداليات بالنسبه للمشاركات كاملين. هذه مناسبه وفرصه المرأة بمدينة تمسنا باش تخرج في هذا اليوم في واحد الأجواء رياضية، وهذه المناسبة هذه بطبيعة الحال هي الاحتفال بالمرأة المغربية بصفة عامة والمرأة الرياضية بصفة خاصة، ومناسبة لإظهار القدرات ديالها. التظاهرة الرياضية التي عرفت مشاركة فئات عمرية مختلفة تروم التحسيس بأهمية الرياضة في العناية بالجسم وتعزيز القدرات العقلية، بالإضافة إلى المساعدة على زيادة القدرة على التركيز. بالنسبة للسباق داز مزيان، المدار مزيان، أنا فرحانة بهذا الفوز هذا. كنبغي نشكر الزميلة تاعي اللي شاركت معايا حتى هي من نفس الفريق، كنبغي نهنئها بهذه المناسبة هذه، وكنهنئ جميع الصديقات تاعي اللي معايا في هذا المجال هذا. في ختام هذه التظاهرة تم توشيح صدور الفائزات بميداليات، كما تمت مكافأتهن بجوائز نقدية وتكريم فعاليات نسائية بالمدينة.